Welcome, my dear students. معاكو Miss Sandy نبيل. ويوم جديد من Science and Life. The winners. اللي فازوا معايا المرة اللي فاتت هقول أساميهم النهاردة. First, روان محمد, Saint Joseph School. Second, محمد لطفي, Saint Joseph School. Third, ودي كانت مفاجأتنا النهاردة, عمرو محمد السيد, Saint Joseph School, وده في grade 4, يعني جاوب على حاجة أكبر من سنه. مننساش اللي ما وصلوش الفيديو يعمل سبسكرايب ولايك, لما مش هيوصل له حاجة من الفيديو بتاعنا. Our information today is about motion. وموشن عندنا كان مفروض ناخدها in first prep. عشان نعرف يعني ايه motion, الموشن يعني حركة. وعشان نعرف يعني ايه حركة يبقى لازم نتكلم عن السبيد. السبيد اللي هي السبيد اللي هي السرعة. وعشان نعرف يعني ايه سرعة, تخيل معايا ان في سباق. السباق ده انت بتعمله انت وصحابك, فلازم عشان تعرف كل واحد السبيد بتاعته قد ايه, فلازم يبقى في حاجتين مهمين قوي. لازم نعرف الديستانس المسافة, ولازم كمان نعرف التايم الوقت. يبقى السبيد السرعة, السرعة بتاعتنا معتمدة على حاجتين, الديستانس المسافة والتايم والوقت. مفيش ولا مسافة ولا وقت يبقى مفيش سرعة. يبقى السبيد هي distance covered by a body in a unit time, هي المسافة اللي بيعملها الجسم في اليونت تايم, يعني في الثانية الواحدة, equal one second. يبقى المسافة اللي بيعملها البادي في الثانية الواحدة هو ده السبيد. والسبيد عندنا اليونت بتاعتها هو متر بير سكند. اشمعنى يا ميس؟ عشان المتر هو اليونت بتاعت الديستانس, والسكند هي اليونت بتاعت التايم. وبما ان السبيد متعلقه بالحاجتين دول, يبقى اليونت بتاعتها لازم يبقى فيها الاثنين دول اللي هي متر بير سكند. النهارده هناخد الريلاتيف موشن. يعني ايه ريلاتيف موشن؟ ريلاتيف موشن يعني الحركه وبقارنها بحركه حد تاني. هقول لكم دلوقتي examples, والexamples دي في الاخر لازم نطلع بانفورميشن مهمه جدا اللي هي يعني ايه relative motion. اول حاجه عندنا, if you are in a moving car and another car moves beside you in the same direction at the same speed. يعني ايه؟ يعني لو انت ماشي مع عربيه تانيه, ماشيين انتوا الاثنين at the same direction, في نفس الاتجاه, at the same speed, ونفس السرعة. You will imagine what. انت هتتخيل ايه؟ هقول تاني, لو انت ماشي وفي عربية جاية بنفس السرعة, انتوا الاتنين ماشيين في نفس السرعة, وبصيت من الازاز بتاعت عربية بابا, هتحس بايه؟ هتحس ان انت واقف مش بتتحرك. You will imagine that the two cars stop moving. انتوا الاتنين واقفين مش بتتحركوا. Stop moving, واقفين. انت متخيل ان انت واقف مش بتتحرك. خلاص, لو سي مثلا انت ماشي على 80 وهو 80, هتحس ان انت مفيش, انت مش بتتحرك اصلا. تمام, انتوا الاثنين ماشيين في نفس الدايركشن ونفس السبيد, يبقى انت ستوب موفينج, انت مش بتتحرك اصلا. طيب لو انا دلوقتي انا كاتب على العربيه بتاعتي يور كار, دي عربيتي انا, وانا ماشيه بسرعه والتانية دي stopping car. If your car moves beside a stopping car, لو أنا عربيتي ماشية beside يعني جنب a stopping car, عربية واقفة, يعني عربية واقفة وأنا عديت منها, لو بصيت ورا من الإزاز هتحس إيه؟ تمام, هتحس you will imagine that the other car goes backward, هتحس إن العربية بترجع لورا. يبقى لو أنت دلوقتي ماشي بالعربية بتاعتك وفي عربية واقفة وانت بتعدي من جنبها, تحس ان العربية التانية بترجع لورا. طيب لو عكسنا, انا دلوقتي انا if your car in a stopping car, if you are in
a stopping car لو أنا قاعدة بقى في العربية الواقفة دي. And another car moves forward beside you وفي عربية عدت إيه من جنبي كده بسرعة جدا. إيه اللي هتحسه لو أنت اللي بقى قاعد في العربية الواقفة وعربية بسرعة جريت؟ إيه اللي هيحصل؟ تمام؟ You will imagine that your car moves backward. أنت اللي هتحس نفسك إن أنت اللي بترجع لورا. تخيل معاي. يبقى لو أنا عربيتي واقفة في عربية جري مشيت من جنبي، أنا هحس إن أنا برجع لورا. آخر حاجة عندنا، If your car moves in the opposite direction to another car that moves at low speed. يعني إيه؟ يعني لو أنا ماشية عكس اتجاه عربية تانية والعربية التانية ماشية بالراحة، أنت هتحس إيه؟ أول حاجة أنت هتسمع الصوت ده، فوف. الصوت ده هتحس إن في طيارة معدية من جنبك. You will imagine that the other car moves at high speed، بسرعة عالية جدا. طب احنا استفدنا ايه من الاكزامبلز دي؟ استفدنا ان في حاجة عندنا اسمها relative motion اللي هي الحركة، وبقارنها بحد تاني. انا وانا بقول لكم الاكزامبلز اخدت بالك ان انا غيرت في حاجتين؟ اخدت بالك ان انا غيرت في البوزيشن، في المكان والدايركشن والاتجاه، مرة عكس، مرة مع، مرة واقفة، مرة ماشية. يبقى it's a change، هو تغيير in the object's position and direction. انا غيرت التغيير اللي بيحصل في المكان والاتجاه. تمام؟ relative to another object بالمقارنة بحد تاني، or a fixed point حتى لو الحاجة دي كانت واقفة. يبقى انا دلوقتي بقارن التغيير بتاعي سواء في البوزيشن او الدايركشن بالمقارنة بحد تاني، ده بنسميه عندنا في الساينس اسمها relative motion. يبقى relative motion هي عبارة عن change، تغيير في حاجتين، position و direction، بس relative يعني بالمقارنة بانذر اوبجكت، وبقارن نفسي بحد تاني. تمام؟ or a fixed point يعني حتى لو كانت الحاجة دي واقفة. يبقى سواء غيرت عندنا التو اوبجكت، واحد غيرت في البوزيشن والدايركشن وبقرر بقارنه التغيير اللي انا عملته ده قارنته بحد تاني، يبقى ده اسمه relative motion. ولو انت فهمت معايا يبقى لازم تعمل حاجة مهمة. answer the question in the comment only. هنجاوب على question in the comment only، في الكومنت بس، مش هاخد اي حاجة غير في الكومنت. تمام؟ يبقى question اللي انا هقوله في الكومنت بس. When two cars moves in the same direction، لو في عربيتين ماشيين في نفس ال direction with a velocity، velocity يعني speed يعني نفس السرعة 80 كيلومتر per hour، the driver of the first car imagines that the second car moves with velocity عندنا complete how many kilometer per hour. لو انت دلوقتي ماشي بسرعة 80 وفي عربية ماشية في نفس الاتجاه، خلاص، ونفس السرعة، انتوا الاتنين ماشيين مع بعض نفس الاتجاه نفس السرعة، يبقى هتحس ان العربية التانية ماشية قد ايه؟ هتحس ان انت بتعملي ماشية قد ايه؟ تمام؟ فكر وجاوب في الكومنت. لو عرفت الإجابة أشوف الكومنت بتاعك، وياريت تكونوا استفدتم من الانفورميشن بتاعت النهاردة. كان معاكم ميس ساندي. جود باي and good luck.